إلى باريس، حيث عبر السباح الفلسطيني يزن البواب عن فخره بالفرصة التي أتيحت له لرفع علم فلسطين وإظهار مهارته للعالم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وتتألف البعثة الفلسطينية المشاركة في الأولمبياد التي تنطلق الجمعة من 6 رياضيين يشاركون في منافسات الملاكمة والجودو والتايكوندو والرماية والسباحة. إحساسي أنا كتير فخور أن أكون هان، كتير فخور أنه أرفع العلم لما الملايين بيرفعوا الأعلام في المظاهرات، بس أنا بقدر أجي هان والناس بيسمعوني، وكشخص بيمثل شعب مظلوم ما عندوش صوت، هذا دوري، دوري أكون هان، دوري أوصل العلم، دوري أورجي الناس إنه أنا فخور أكون فلسطيني، ودوري كمان أحكي مع الناس أي أسئلة عن عن فلسطين، وفي ناس حتى ما بيعرفوا، فأوصل الرسالة الوطنية. حبينا نورجي تراث فلسطين في الملابس. إحنا مش دولة قوية في الرياضة، ولكن إحنا مننحت في الصخر، بنحاول اي شيء، اي يعني في اي مشاركه نطلع انه احنا نكون هان. هلا انا حاليا رقم 30 على العالم، كنت سابقا في الاولمبيات اللي في طوكيو كنت 66، فهذا راح يحسن الرقم، حسن في النص ان شاء الله. يعني إن أنا بعرف أنه في منافسة قوية، بس أنا فائز لأنه أنا فلسطيني. ينضم لنا عبر الإنترنت من داخل القرية الأولمبية في باريس يزن البواب، سباح فلسطيني مشارك في الألعاب الأولمبية. أهلا بك معنا يزن، كسباح فلسطيني ضمن 6 من المشاركين ضمن البعثة الأولمبية الفلسطينية، ما الذي تمثله لك هذه المشاركة كممثل لفلسطين؟ أول شيء السلام عليكم وشكراً على الاستضافة الكريمة. والله أنا كثير كثير فخور أن أكون هنا أمثل شعب مظلوم، شعب ما الناس بيحبونا بس مش قادرين يقولوا لنا قديش بيحبونا، وشعب العالم كله ورانا، وعشان نرفع العلم هان والملايين بيرفعوا الأعلام، بس أنا برفع علم واحد بس هان، وبورجي الناس إنه فلسطين بتقدر تتأهل على الأولمبيات عبر حتى ما عندنا مسبح واحد في فلسطين. وبس بدي أقول كمان اليوم أنا كنت ماشي وشفت الرئيس الإسرائيلي جاي على القرية، وحطيت الحطة ووقفت هناك بس عشان نورجيه إنه إحنا موجودين، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه. فأنا كتير فخور أرفع علم الناس ما بدهم يشوفوه، الناس ما بدهم يشوفوا الفلسطينية بيسووا إشي منيح، ما بدهم يشوفوهم يطلعوا في المحافل العالمية، بس بغصب عنهم والحمد لله إحنا بنحاول نرفع رأس الفلسطينية في كل طريقة بنقدر، وبنحاول نعطيهم صوت ما بوصل، وهذا هو. كيف تجهز يزن هذه اللحظة، لحظة رفعك للعلم الفلسطيني في هذا المحفل الرياضي العالمي؟ يعني هان في فرنسا دولة ما بتعترف في فلسطين، وكثير من الناس بحاول يرفعوا العلم هان في البلد، انت الشرطة أو الناس بوقفوهم، بس أنا بقدر أرفع العلم ومفيش حد بيقدر يحكي معي. ففي طريقتي أنا وسياستي، أنا ما بدخل السياسة في الرياضة، بس فكروا إذا أنا قادر أرفع العلم والناس التانيين مش قادرين، أنا جاي أسوي هيك. فهذا فخر عظيم، فخر عظيم، شعبنا عظيم، ويعني أنا ياريت أنه أقدر أنا أسوي أورجي الناس الرسالة اللي هي نحاول نوصلها لكل العالم، بس فخر. ماذا عن رد الفعل من بقية البعثات المشاركة معكم يزن حينما يعلمون أنكم وفد فلسطين في ظل الظروف التي تمر بها غزة الآن؟ هل يحدث بالفعل حوار بينكم وبين بقية المشاركين؟ أكيد، يعني في ناس مستغربين كيف فلسطين هان؟ كيف فلسطين تأهلت؟
وبحبوا يسألوا أسئلة يعني أنتم من وين وقصصنا. كل فلسطيني، كل رياضي فلسطيني عنده قصة. أنا أبوي كان لاجئ، كان حتى عايش ما عندوش دار، فراح طالع يدرس، كان يبيع بندورة على الشارع، والحمد لله هلأ حلمه تحقق، لأنه كان كمان بده يحلم أنه يكون سباح. بس الناس بيحبوا يعرفوا إحنا كيف وصلنا هان، مستغربين أنه فلسطين واصلة. بس في أكيد بلاد تانية ما بتحب أنه إحنا هان، بس بغصب عنهم إحنا راح نكون هان وراح نرفع العلم في شرف. قول لنا إزاي وصلت وكيف تستعد للبطولة وأنت سباح فلسطيني ستشارك باسم فلسطين في أولمبياد فرنسا؟ والله أول إشي يعني الحمد لله على كل إشي. أنا لما أسبح بكون إلي أرض لفلسطين، فكتير بكون فخور لما أشوف العلم على الأرض هاي. وأنا بحاول أحسن ما عندي إنه أتمرن وفكر عن الناس في غزة والولاد اللي انقتلوا وشعبي وإخواتي اللي ما بيقدروا يحكوا، ما بيقدروا يوصلوا للي وصلته. ولما أتعب مثلا في التمرين بتذكر أنه في ناس في غزة وفي ناس في فلسطين بتعبوا، فأنا ما بقدر أقول إشي. وبنحاول إن شاء الله أنه نعطي أحسن إشي عندنا وأحسن قدراتنا. هلأ إحنا الحمد لله أنا بطل العرب، فكمان بدي أمثل العرب، وبحاول أحسن ما عندي. أنا كل اللي بقدر أعطيه بفكر، أنا بكون قبل السباق بفكر عن أهلي اللي انقتلوا في جريمة قتل بقدرش أنا أحكي عنها، يعني مش قادر، بس دايما بتذكرهم وفكر فيهم كل ثانية وكل دقيقة بسبح. فإن شاء الله نقدر نمثلهم في أحسن طريقة ونرفع العلم الفلسطيني ونورجي العالم أنه إحنا هان، إحنا 15 مليون واحد، وإحنا الحقوق اللي عندهم إياهم لازم يكون عندنا نفس الحقوق، ولازم نلعب رياضة. كل التوفيق يزن، شكرا جزيلا لك يزن البواب، سباح فلسطيني مشارك في الألعاب الأولمبية، كنت معنا من القرية الأولمبية في باريس.